معانا عبر الهاتف في الأرشي من ريت من رياتوس خليل بصل، رئيس دير قديس يؤقيم وحنة البلدة القديمة. سلام وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام بخير قيام المزيد للجميع. عايز أعرف حضرتك من البداية، يعني أنا سمعت حاجة كده غريبة شوية، بيقولوا إن كنيسة القيامة ليها توقيت مختلف عن التوقيت العادي. هو صحيح، توقيت كنيسة القيامة هو بيكون توقيت حسب اليوم، حسب الفجر، حسب الهجع الليلي، فبيواصل الرهبان هذا النظام والساعات، يعني تقريبا بيختلف حوالي من 5 إلى 6 ساعات يوميا بين العادي، التوقيت العادي والتوقيت الكنسي. يفرق 5 ساعات تقريبا. طيب عايز اسال حضرتك، احنا النهارده في سبت النور بيبقى فيه طقوس داخل كنيسه القيامه، وشفنا من شويه ان الباب كان مقفول وقفوا بالمفتاح وبعدين فتحوا الابواب، وبعد شوية البطرك هيخش ويبتدي عملية خلع الملابس. فكرة خلع الملابس مرتبطة بظهور النور؟ لا، هي ما لهاش أي علاقة بظهور النور. هي الفكرة هي ظهرت من صلاح الدين الأيوبي، إنه اتهم البطريرك إنه يحمل مواد مشعة يشعل النور ويطلع والسمع ويطلع في النور ويقول إنها أعجوبة من عند ربنا وعندي كذا، فأصبح عن تفتيش للبطرك عشان يكفي خلع الملابس الكهنوتية الكبرى، ويبقى هو بس باللباس الداخل، يعني اللباس القميص الداخل يعني، حتى انه يتفتش. هو التقليد انه يبدأ في الشرطة بتفتشه والمذاهب الاخرى للتأكد انه ما يحملش اي مواد مش ممكن يشعل فيها الشمع والكذا، حتى بنفس الوقت انه بيكون القبر ايضا قبل الخلاص بيكون مفتش وما فيه ومنظف، ما فيهش اي مادة مشعة، وايضا مختوم بالشمع وعليه اختام جميع المذاهب وجميع المؤسسات الحكوميه والكذا، انه القبر ختم وما فيه اي نار حتى ممكن يشعل فيها البطريرك شمعاته. يعني هذا التقليد من ايام صلاح الدين. طب فكره خلع الملابس دي ليها اي علاقه بامور من روحيه أيام صلاح. اي رموز؟ هي الرموز الكهنوتيه، لما بيلبس لنا رئيس الكهنه اللباس ولها رموز ومأخوذة من العهد القديم للعهد الجديد، كيف ينتقل الإنسان من الحياة إلى من الموت إلى الحياة، وخلعه طبعا ممكن نقول له هديا، إنه خلع الملابس هي إنه هو الإنسان حيموت ويدخل بكفن أبيض فقط إلى القبر، فممكن نهر كثير معاني روحية لهاي اللحظات وكل حركة. حتى كنيستنا الأرثوذكسية كنيسة مميزة، يعني هي كنيسة حياة، اي حركه بيعملها الكاهن او الاسقف في الكنيسه، في القداس، في الصلاه، في اللبس، في طريقه التبخير، كلها لها مرتبطه في الكتاب المقدس، مرتبطه بالحياه الروحيه. يعني بدنا ناخذ حركه ممكن ناخذ يوم كامل نفسر هاي الحركه ليش؟ كيف اجت الحركه؟ شو هدفها الروحي؟ يعني ما هي التلقائيه الخوري او الكاهن او القس بيعمل الحركه لانه هو عايز يعمل هاي الحركه كده، لا، هو بيعملها لانه في لها معنى ودخلت الى الكنيسه بتقليد من الاباء والرسل القديسين حتى وصلت لايامنا اليوم. عشان هيك بيقولوا لنا انتم كنيسه تقليديه، نعم تقليديه، ولكن نتمسك بالتقليد ولكن نستمر في المستقبل، تقليدنا مستقبل لان المسيح هو امس واليوم وغدا.